يسعد صباحكم مره ثانيه. واكيد هلا بالنسبه لي حتى انا يعني هذه يمكن احلى فقره واكثر فقره ممتعه لحلقه اليوم. طبعا اكيد كل الامهات والاطفال مثل ما شايفين معنا طفل كثير امور، بس ما عرفت شو اسمك. صباح الخير. شو اسمي؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم صباح الخير. انا ملك الماث. واو ملك الماث. مشاهدينا اكيد هلا الفقره بتهم كل الامهات والاطفال، معنا خبيره انشطه الاطفال ايمان البيتر. يسعد صباحك يا ايمان. يسعد صباحك سالم. يعني انا بس امبارح حكوا لي في فقره فيها لعب ومش عارفه شو، قلت هاي مش بس فقره اطفال، هاي اطفال فوق ال 30 كمان. شايفه بس نحن نستمتع معهم كمان. اكيد انا راح استمتع معاكي. ايمان بالبدايه بدي تحكي لي اكثر عن حالك وكيف بلش معاكي حبك لهذا الموضوع. بلش حبي لهذا الموضوع لما صار عندي اول طفل هو عبد الرحيم. الله يخليك. تسلم يا رب. فصرت أخذ دورات كيف عن طريق التعلم عن طريق اللعب. أوكي. لحتى أقدر أفيده وأساعده في المستقبل القريب اللي هو لما يدخل الحضانة والمدرسة. حلو. فلقيت إنه هذا مجال كتير كبير وواسع، واستفدت منه أنا لإلي شخصياً إنه كيف ممكن أتعامل مع ابني، كيف ممكن أستفيد من الألعاب، كيف ممكن أختار الألعاب، وممرات كيف ممكن نحن ننفذها في البيت بأدوات بسيطة. من زمان بلشت معاكي هاي الشغلة ولا بس بالذات فترة كورونا والشتاء والقعدة الطلاب فيش مدارس بزهقوا فيش روحة فيش جاية يعني كمان هم حرام يعني ما في. شوفي أنا بلشت من زمان بس زاد هذا الموضوع ومع المتابعين كمان معي بالصفحة صاروا يحبوا إنه يعملوا أكثر وأكثر لأنه خلص محكومين بالظرف اللي نحن فيه. انتبهت امبارح عندك على الصفحة يعني ما شاء الله في كتير تفاعل كبير. الحمد لله. يعني بالذات إنه أحلى كتير حلو مش عارف إنه عن جد كتير 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 إشي مفيد، ويعني خاصة الأطفال هلا قاعدين ما في روحة. أنت بتروح محل؟ بتروح محل مع أصحابك ولا ما في أي محل؟ بلا أنا بعزم أصحابي بيتي وكمان بعزمهم على محل ألعاب. طب بصراحة بيني وبينك أنت بتحب البلاي ستيشن أكثر ولا هاي الألعاب؟ بصراحة. هاي. هذا أبطل عشان إحنا عشان على الهوا هاي ولا عشان أنت بس ما بدك تزعل. طيب طب إحنا هلأ بدنا طبعاً أكيد في عنا يعني إنه نحضر أنت ألعاب الأطفال وهيك، بتحب نبلش مع بعض؟ خلينا نبلش. أنا أوكي. غير عبد الرحمن. جاهزين؟ جاهز عبودة؟ أوكي. نحنا خلينا نبلش. عملت اليوم تشكيلة من النشاطات، منها نشاطات بسيطة وسهلة بتزيد من التركيز. أنا بس عشان أجي أشوفك أحسن. أوكي خذي راحتك. رح نحكي عن النشاط الاول، هو بينمي المهارات الحسابيه عند الاطفال، ولكن تجهيز هذا النشاط رح ياخذ معنا جزء من الوقت. بهذا الوقت ممكن يستفيدوا من معلومات خلال تحضيرها. هو ترفيهي علمي ولا ترفيهي نشاط عادي؟ يعني هو في جزء منه ترفيهي، في منه نشاط تعليمي، وفي منه كمان تنميه مهارات. طيب خلينا فهنا نمش. بيتصنفوا النشاطات على حسب انت شو حابه تنمي من مهارات معينه. حلو. اوكي هلا نحكي عن النشاط الاول، هو بينمي المهارات الحسابيه عند الطفل، مناسب للعمر من 4 سنين وطلوع. يعني ممكن اذا كانوا اخين سالي. نعم. عن عمر الكبير يستفيد. مش مرتاحه رقبتك حسب. لا ما في مشكله. ممكن الاخ الصغير يشارك مع اخ الكبير. نعم. اوكي نحن اللي بحاجة له نحن اسطوانات كرتونيه مثل هيك، هدول نحن موجودين تعرفين من علب المحارم. المحارم بالضبط. خليناهم يلونوهم بالوان مختلفه، ورح نستخدم الملاقط الملونه حتى تدل على العدد. انت لونتهم ولا ماما؟ انا لونتهم كلهم. وانت انت اخترت الالوان؟ انا اخترت الالوان السابية did not have red. انت قد ايه عمرك؟ 8. حبيبي يا رب. مكمل. وبحاجه لورقه A4 وملاقط، وبدنا نحن كيس نايلون تبع السندويشات. أوكي. وسكوتش تيب ومقص. هلا ليش نحن حضرنا كيس وقلم ماركر؟ صح، وقلم ماركر. ممكن حتى لو قلم عادي ما في مشكله، اي قلم متوفر عندنا. اللي نحن بدنا اياه عشان نتحكم بالعمليه الحسابيه اكثر ما تكون هي ثابته، من كيس النايلون رح نقص طرفه. سالي رح انا حضرت الثلاثه بس بدي احضر الانبوب تبع النتيجه النهائيه. ليش؟ عشان بدي اياه يتحكم في الجواب. يعني كيف زينا نحكي له نعطيه خيارات للجواب؟ رح نعرف نحن القياس تبع كيس النايلون على هوا عرض الكرتونه. اذا احنا جبنا كيس نايلون للسندويشات. ايوه قصينا طرفه وجبنا رول الكرتونه تبعت المحل بعد ما لوناها. بعد ما لوناها وبعدين تستخدموا سكوتش تيب عشان تلزقها، عشان تلزقها عشان ما تطلع برا. شطور. وبعدين تستخدم الماركة عشان تلون اي نمبر اللي بدك اياه تحط زي هدول. صح. مستمتع عبد الرحمن؟ كل يوم تلعب هاي الشغلات انت؟ طب واصحابك بيجوا عندك بيلعبوا هاي الشغلات كمان؟ لا ما بحبوا، بضلهم يلعبوا في الفيديو بلاي ستيشن وفيديو جيم. صح. انت كثير شطور، انت عم بتنمي
مزبوط. أنا ما بلعب كثير، أنا ما بلعب كثير، بلعب شوي ساعات يعني. يعني نكون صادقين شوي. لا هو شوفي، هذا الجيل نحن ما بنقدر نمنعهم كمان من الفيديو جيم والتكنولوجيا، هن زمانهم أصلا الشاشات وهيك، ولكن نقدر نحد من الساعات بتنمية مهارات ونشاطات نخلقها من البيت، وحتى ممكن نشجع الأم شو تختار الألعاب المناسبة للفئة العمرية الموجودة عندها. أكيد أكيد. أوكي، هلا بعد ما عملنا نحن هاي الفكرة، هي الفكرة بس تنويع الأجوبة عشان يعرف. نزقتها بسكوتش تيب وبدنا اياها تكون متحركه. رح ناخذ القلم. اوكي شكرا. هو كثير يتحمل لانه نحكي اربعه مثلا، ننوع بالاجوبه خمسه، نكبر الارقام. اوكي اوكي، هاي تنين عيونك وهي سته. اوكي، فبعد ما حضرناهم نحن سالي، صار في عندنا هاي الستيشن الجاهزه للعمليه الحسابيه، فراح اقوله لعبود يختار الرقم الاول وبده حسب الملقط اللي عندنا سالي. أوكي. فانه انا لو حطيت له هي ملقطين وهون ثلاث اربعه، سوري. اوكي عبوده، فانه لازم يعلقهم سالي بهاي الطريقه. العمر الصغير رح يعرف الالوان، رح يعرف الارقام، رح يعرف مسكه الملقط لتنميه العضلات الدقيقه في مسكه اليد. فهي كثير يعني اشياء بسيطه يمكن الام ما رح تنتبه لها، ولكن فيها فائده كبيره لطفلنا. فرح ينتبه انه عبود رح يعرف انه في اربع ملاقات رح يعلقهم على الكرتونه اللي علقهم عبود. طب هاي النشاطات على الاعمار اللي بتناسبهم اكثر، شو الاعمار اللي بتناسب؟ اربع سنين واكبر من هيك، لانه هن بيكونوا فوق ال 30. شايفه؟ اه حبيبتي. طيب فهيك بيكون مثلا حط هاي الملاقات على الكرتونه، بده يختار الرقم. شو الرقم عبود؟ حاطه على رقم أربعة. برافو، حطت اربع ملاقات على رقم أربعة. هلا لازم نحط ملقطين، ندور على رقم اثنين. هلا هو تعرف اي سبتراكشن اللي بدك اياه، بدك البلس والماينس. طب ايش البلس والماينس هاي لشو بتفيدنا؟ الزائد والماينس. الماينس بتعمل يعني تعمل هذا، يعني زي 4 minus 2 equals 2. اوكي 2 زائد 2. اوكي 2 زائد 3 يصير 4. هلا اذا زدت سوري، اذا زدت 2 زائد 4 يساوي 6. سو انتوا عم تقرأوا الرقم وفي بالنص اللي هي كرتونه اللي هي زائد وناقص. صح، زائد كانها هي زي كيف احنا صغار كان زي ستيشن. ايوه بالضبط، هي زي ستيشن نحن عملناها. بس انت بتقدر كثير كثير لطيفه وسهله، ومتخيل ان هي موجوده في كل بيت. فالحلو انه كمان هنا بيقدروا يتحكموا بالعمليه الحسابيه، ومدى الارقام ممكن نكتب على خط الاعداد على الطاوله. فساعتها الام تعرف انه نحن غطينا العمليه الحسابيه من الرقم مثلا 1 للرقم 20، وممكن نتحكم فيها من النايلون اللي احنا كتبنا عليه على الاسطوانه الكرتونيه. هلا انت بتطلع بالافكار هاي، ولا انت بتكوني على فرض بدك شفتي شغله فانت بتاخدي يعني بتستوحي؟ في هيك سالي وفي هيك، في مرات عن جد بشوفها او مثلا لفتت نظري بكتاب بطبقها، ومرات لا بضيف تاتشات كثير بسيطه لقيتها عمليه بنشاطات تانية بضيفها على نشاط جديد، فبتطلع ب يعني شكل جديد. شكل جديد يعني مش مستوحاه، بتكوني فعلا فكره كليا كومبليت جديده. صحيح مزبوط. طيب بتحسي انه الصغار عن جد عن جد بحبوا، يعني ما بصدقوا يجوا مثلا يلعبوا؟ هن بس بدهم دفشه. هلا بتحسي هذا الجيل كله اللي بقول لك لا خلينا نحضر نلعب ابلكيشن، لا حطي لنا موفي، فانه انت بدك مين تقعديهم وممكن تشجعيهم اكثر. بعض المرات كثير بيجينا ضيوف لا مو جعبالنا خلينا نعمل هيك، فبضطر اني انا اقعد معهم والعب. مرات بلعب لحالي اولها عشان احرك عندهم نوع من انواع الفضول، انه انت شو قاعده عم تعمل. مزبوط. فبعدين بخليهم يقعدوا وبتشجعي، بس بدها نقطه تشجيع من الاهل ونحمسهم لهذا الموضوع اكثر. خاصه هلا بالايام هاي، خصوصا بعد كورونا، هي حتى من قبل كورونا كثير صغار منتشر عندهم الفيديو جيمز والبلاي ستيشنز، وبس همهم بعد الموضوع. يعني حتى الموبايلات يعني بنوعوا، موبايل الام وموبايل الاب، يعني كانه كل موبايل فيه جيم شكل. بالضبط مزبوط حكيك. صح بتساعد يعني. انا شايفه، انا لساتني مش ام بس لسات شايفه يعني بعيني. شايفه انه هذا عندهم صار ادمان. صراع اكيد موجود بكل بيت، مو سهل. انا مريت لانه كمان فيه يعني، فبده بس متابعه وتشجيع. طب انت بتعملي الفيديوهات هذه بس اونلاين، ولا في عندك مثلا ممكن يكون لوكيشن محل؟ ان شاء الله بالمستقبل قريب ان شاء الله على خير، بس هلا بيسكلي اونلاين نساعد اكبر عدد من الامهات ما يضطروا يشتروا، لانه في كثير امهات بيكون عندهم عدد اكبر من الاطفال، فما بقدر يشتروا كيت معينه او لعبه معينه لكل اطفالهم، لانهم فئات عمريه اكيد راح تكون مختلفه. فنحن بنحاول نساعدها انه من ادوات البيت. انت عاده النشاطات بتعمليها
يعني احنا اليوم حكينا من عمر 4 سنين واكبر اكبر شوي. هن حسب مرات انه الكبير ممكن يعطيكي فكره سالي ثانيه انه شو رايك نعمل هاي ماما بطريقه هيك هيك، فبتسلوا يعني حتى لو كان كبير انه لك ما رح يقولك انا صغيره على هاي القصه الا يشارك. صح. بالتلوين بالقص ممكن بالتعليم حتى مسؤوليه بلونه. يعني الصغار مش رح يلونه. صح بالضبط بحبوا يلونه. طب ايش في كمان نشاطات؟ النشاط الثاني حبيبي شو معجوق هذا اللي بتعمل مع هذا الستيك هذا وتعمل ترسم الهاي شو رسم عليها؟ طيب شو رأيك نشرح ايش اللي بحاجة له؟ نحن بدنا ستيكس وملاقط ستيك وملاقط ترسم الهاو ماني نمبرز اللي بدك اياه في الملاقط. اوكي نفرجيها لسالي. نحن من هاي الملاقط حددنا النقاط على الرقم الموجود. اوكي فبدنا نعمل عمليات حسابية ممكن ضرب. بتشوف هنا 14 انتم حاطين 14 نقطة 14 نقطة على الدلالة على الرقم، ورح نعمل هلا المعادلة على عود الخشب. فانا بختار اي معادله، مثلا هاي عبود رح يبلش في 14 لو قلنا طب اوكي بس اكتب لك المعادله ماما. 14 ناقص 5 مثلا ناقص المفروض نحن نكون حاطينهم على الطاوله فبيساوي 9. نحن معلين لكم اياها بتصفي المعادله مثل هيك. هل هاي حلوه سالي انه نحن ممكن نحطها بكيس قماش نحضر الملاقط بالاعداد ونستعملها لما نكون طالعين برا البيت؟ كثير في معاناة. اتفضل. وهاي اذا بدك تعمل هيك تقدر تستخدمها كمان الملاقط، تقدر تمشي ماينس فيها كمان. ممكن. واو. فكره كثير حلوه انه بدل ما نخرب الستيك نحط على الملقط نفسه ممكن سالب او موجب. هاي الحلوة كتير وفادت كتير أمهات لأنه هي متنقلة، يعني مرات لما نطلع على مطعم أول سولوشن بيكون للأهل يكون الموبايل أو الآيباد وأكيد رح نلجأ له، لكن ممكن نقلل فيها أنه نعمل إشي ممكن ناخده معنا بالسيارة أو يكون موجود بالسيارة يستفيدوا منه خلال طلعتنا بالمشوار. فهاي كانت من الأدوات اللي يستفيدوا منها. زمان كان بالمطاعم يعني بالأردن أو برا الأردن أو محل يحطوا لك على الطاولة ورقة للأطفال يكون هي يعني في عليها زي أحذية أو مثلا ماتشينج. وهذا للأسف يعني أنا وين ما أروح دائما بقولهم يا ريت لو توفروا هذا الإشي لأولادنا. ممكن دفتر تلوين، ممكن ورقة شو بدها الورقة، طباعة كتير بسيطة بس بيكسبوا حتى أو بيشجعوا الناس اللي عندهم أطفال يجوا على هذا المحل أكتر مما أنه يكون بس في منطقة ألعاب. لسه في مطاعم ومحلة بتقدم هاي الشغلات يعني حتى أنا هلأ مثلا أيام يكون معي أطفال أو إشي فأنا بطلب من اللي بشتغل بقولهم بليز بدنا ورقة، فالصغار إنه لا شو بدنا فيه بدي موبايل. فأنا شو بدي أقوله لا إلا نكون إلنا ملجأ للموبايل يعني ما في مفر منه بس منحاول. يعني بنهاية الدور بيكون أكيد على الأم والأب أكتر إنه شجعوا للأطفال إنه في أشياء تانية بتنعمل في الحياة غير الفيديو جيمز، وفي أشياء عشان تنموا أنتوا عندكم يعني معرفة سواء حساب أو سواء يعني معلومات عامة بشكل عام الحياة بتفيدهم بهذه الأنشطة. صحيح. طيب في نشاط أنا عرفت نشاط ثالث. في نشاط ثالث، هذا النشاط حابة أحكي عنه إنه هاي عبود مثلا كتير بحب هذا. هو بنمي مهارة التركيز. أنا مرة عملتها كله. اوكي عرفتها. هي من اسمها مهارة التنقيط، بدها تركيز. تخيلي هي من محارم المطبخ. بيكون موجودة عليها رسمات مختلفة والنتيجة بتطلع كتير حلوة في النهاية. فن بالضبط. وحتى هلا صار في دفاتر يعملوها مثل هيك، ليش نحن ما نوفرها؟ زمان بنعملها بالصوف. ايوه بتذكري بالضبط بالكنبه حتى كان يكون موجود منها. صح. كمان للتطريز. ولكن هاي ممكن بالتلوين ممكن تطلع اشكال كثير مختلفه والنتيجه نهائيه بتطلع جميله جدا. على فكره اللوحه هذه ممكن والله بتعرفي ممكن حتى يعني انا لو عندي اياهم بالبيت وممكن ابروزهم ذكرى بغرفة الصغار. صح. أو أخليها إلي ذكرى فعلا. صح نعلقها على الحين. فعبود عندها كتير هذا نشاط حلو بستمتع فيه، حتى أولادي الأصغر حبوها كتير. تاخد وقت تاخد وقت كتير. وهذا المطلوب حبيبي أن تاخد وقت عشان الفيديو جيمز يكون ما باخد. أنا ما باخد كتير يعني بس شطور أنت شاطر. بتحبها الشغلات إشي كتير حلو. تتذكر قدي أخذت معنا وقت عبود لما عملنا قطعة كاملة؟ ونعور
ساعة كاملة أخذت معنا أول مرة. أنا شايفة إنه الفرق بين كل نقطة ونقطة يعني أكيد هي نقطهم بس إنه العاد دقيق جدا. صحيح. وبدهم لمسكة الألم، بدهم تركيز، وهو أصلاً كمان بيسموه إتس كالمينج أكتيفيتي، كتير بيهديهم. يعني إذا كان الولد كتير نشيط أو الأم بدها تنجز شغلة أو إجى عندها ضيوف فجأة مرة واحدة بدها تهدي الأولاد، ممكن تنقي بعض النشاطات اللي هي تروقهم فيها. مثلاً متوترين ممكن يعملوها هيك. بالضبط بتروق. أنا عملتها والله كتير حلوة. بتسلي ومريحة للعين للنظر والتركيز والهدوء. طيب خلينا نبلش مع عبود. عبود بلش. أنا هلا رسمت هالنقاط عشان إذا لازم تشوف نقاط، إذا ما بدك ترسم يعني زي البيبر هيك هيك خلخبط نقطة لازم نقطة. تعمل نقطة نقطة هيك. وإنت عم بتطبع على النقط الموجودين أصلاً على المحرمة؟ قصدي على المحرمة. إنت عم تمشي مع النقطة اللي على المحرمة؟ طب إنت شو اللون المفضل تبعك؟ أنا حاسة إنه أزرق. أوكي أحمر. أحمر بس ما في أحمر عنا هون. شايف بس هون في أحمر. شايف عملنا قبل أحمر لون المفضل. طيب ايش نصيحتك للامهات بشكل عام وللابهات وخاصه بهيك ظروف، خاصه انه عن جد ما بتقدري هلا انه كثير يعني الاطفال انه تحرميهم من الفيديو جيمز او انه تحددي لهم حتى وقت، يعني بتحسي انه عن جد بزعلوا ونهار طويل سالي بياخذوا هيك جنب وبدهم مش يشوفوا حدا بضل فيديو جيمز. زي ما قلت لك لهنا لو الاهالي حتى اللي منهم بيشتغلوا بيكون متأيدين بدوام ما في غير انه يدوا ربع ساعه خلال النهار مع اولادهم كثير راح يعني يكسروا حاجز انه الابهات والامهات مع الاطفال انه خلص يصيروا زي الاصحاب، ممكن يدخلوا نوع من انواع المزح، ممكن يدخلوا نوع من انواع انه شو صار معك اليوم خلال حضورك الحصص الاونلاين، قبل كان الدوام شو صار معك بالمدرسه، لانه في بعض الاطفال ما بحبوا يحكوا او عندهم حاجز انه انا هاي خصوصيتي في المدرسة فما بحبوا يعطوا، بتحس الأهل بدهم نوع من أنواع التحقيق إنه شو سويت شو عملت، فممكن خلال اللعب نستدرجهم نعرف شو عم بيصير معهم، فإلها كتير فوائد. ربع ساعة أظن هي كافية وأي واحد بقدر إنه ينظمها خلال النهار. يمكن كمان هي تحسن نفسية الولد إنه يعني يحكي اللي عنده، هو بيكون عمليا صافن أو يعني مركز هالقد باللي بإيده، فممكن إنه يسمع ويجاوب يحس حاله مرتاح. صح. إذا حكيت إنه برخرخ الأعصاب بيزيح التوتر. صحيح. إنها كلها أمور فعلا بتهمنا يعني كتير بتهمنا وبنكسب أولادنا فيها أكتر. أكيد طبعا. إحنا مضلش معنا أنشطة في يعني. نشاط ثالث رابع هذا تيزي حد يعبود شو تعطيني الكيس اللي هنا كيف دير بالك الآيباد يعني خلينا من أربع الكسان. سنين لأنه خلينا أجيب لك إياه هاي هو هاي تمام وضعك مني جبتهم طبعا. أوكي هذا لما كان في عنا حظر يوم الجمعة كنا دائما نلعب هالأشياء في بحاجة نحن بدنا ورقة بيضة A4 قطعناها لأربع قطع وبدنا كاسات بلاستيك هذا هو النشاط اللي بدنا اياه كمان هذا حلو جدا هلا حلو جدا كثير لازم تعمل هيك اوكي عبود رح يحضر لكم اياها ممكن التاور وبعدين ممكن نعمل اللعبه اللي هي تبعت الورق عبود تتذكرها هيدا حاجه لتركيز جدا رح يركبوا كاسه اساعدك مام عادي اوكي بس الكاسه بالعكس بدك تعمل نو نسيتها؟ اوكي هلا هي فكرتها انه رح نركب الكاسه فوقها مع الورق اوكي وبدها تركيز عشان ما يقع ولكن اظنها كفايه عشان ما رح نعملها اكثر السرعه انها تكمن كيف ممكن نسحب الورقه والكاسه توقع مباشره تحت الكاسه اللي تحتها فهو زي تحدي نحن عملناها في البيت انا وجوزي والولاد كانت كثير كبيره يلا شو رايك تجربها عبود بس كثير صعبه بس حاول يعني لازم انه ما توقع سرعة. تحتها ما يوقعوا كلياتهم لازم تكون بدها سرعه ودقه اجرب الموضوع. انا اخش نخلي سالي نعملها اياها لسالي هون اقرا اعطيني ركبها انت خذ راحتك يلا اعطيني انا اجربها يلا ها فانا لازم اقيمها وتنزل هاي تحت توقع فيها اكزاكتلي بدون ما يوقع على الطاوله بس خليني اثبت لك اياها ثانيه اوكي يلا واحد اثنين رح توقع معاها ممكن يوقع الاشياء كلها هي بدها سرعه
شفتيها ظبطتيها برافو. الاطفال يعني اكيد يعني رح تكون بالنسبه لي مش حلوه اذا ما ضبطت. لا لا هيك في متعه يعني قد ايه هي بسيطه. سالي صار في تحدي بيناتنا، ممكن نحط الساعه لتحديد الوقت كمان، انه خلال كم من مثلا قلنا 30 ثانيه كم من كاسه ممكن تطبقي على كاسه اللي بعدها. اوكي فبتصفي الام مشتركه، الاب مشترك، والاخوه كلياتهم بيشتركوا في هاي اللعبه. دومينو زمان كنا نلعب. أيوه. دومينو زول والشده كنا نطبقهم فوق بعض ونعمل زي الهرم صح، وعيدان الكبريت او كل هاي الشغلات صح يعني. صح فلازم نستذكرهم مع اولادنا. صح صح, صح. احنا بدنا نتشكرك كثير حبيبتي. تسلم يا رب. بدك خليتينا وانت انا رح بس حكوا لي بالاعداد انه في بكره ضيف رح تحبيها كثير كثير كثير. حبيبتي والله انا بحبكم كثير. فانا بدي اشكرك كثير على حضورك. وعبود شكرا لك، انت اجيت اليوم كمان فايق بكير ونشيط و اخذنا اذن من المدرسه كمان عشان يجي معنا اليوم. شكرا كثير يا عبود، وانت كثير نشيط وبرافو عليك انه انت. انا ساعدت ماما اعمل كل هدول. برافو عليك. انا حبيت هذا كثير اكثر عشان انا حسيتك حبيته كثير. ايمان بنتشكرك لوجودك معنا. شكرا لكم على الاستضافه. كل الامهات ولا يهمك، اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. واكيد احنا بنتمنى انه الصغار هيك يكونوا مثل عبود، يعني بحبوا النشاطات هاي غير الفيديو جيمز، واكيد هاي امور كلها بتفيد بالنفسيه وبالحالات التوتر اللي بتصير. واكيد طبعا بانه الاهل كيف يكون في ترابط بينهم وبين اطفالهم اكثر، لانه مع الفيديو جيمز كل واحد فيهم باوضه لحاله. مزبوط مزبوط. شكرا مره ثانيه. مره يسعد صباحك. صباحك يا عبود.